تمتعوا يا أولاد الكلب. يا شهر سيدي. روح على موقع إرجان وبعت لي تيمور لهون. تاخد إرجان وبتروحوا سوا لعند كوران. شكله المجنون متصاوب بس عم يكابر على حاله. بتخلي إرجان يفحصه. مالنا بموقع نخاطر بأي شيء. حاضر سيدي نقيب. يا شهر استنى شوي استنى. شو نسيت حالك؟ خليني غطيك بالأول على إشارتي. روح وضع الذخيرة بهوي. الله يكون معنا بهالعملية. والله هالعركة مو سهلة أبدا. هدول عم ينبعوا يا زلمة، ما عم يخلصوا لك، ما عم يخلصوا أبدا. هي مو أول مرة بنعلق فيها سيدي. أوكان، حافظ على موقعك. رح نتسلل من ورا. صرت هون سيدي. ركز على المحور الجنوبي. يا جيتو وكان عم يتسللوا. أنا بالمراقبة سيدي. سيدي والله العظيم إذا طلعنا من هون سالمين رح ضحي بشي لوجه الله. يا خروف يا معزي. حبيبي يا شار، إذا ضلينا نضحي بخروف بعد كل مهمة ما بيبقى معنا بجيبتنا مصاري بلوم. يعني إذا منضحي بجاجها على كل وسخ منوعه بتعرف قديش بالآخر نطلع مديونين. يلا سيدي. بيقولوا إنه الصدقة الصغيرة
بتمنع عنك البلاء الكبير. مو غلط يعني نشتري شي جاجة ونعطيها لحدا فقير. مرة كان في مرة كبيرة طلعت على الساحة وما لقيت جاجة أعمل لك يا شار؟ بيعني سكوتك؟ مشان الله سكوت وخلينا مركزين بالشغل، فهمنا؟ ماشي أمرك سيدي. يلا سيدي. خير، شو في كمان؟ سيدي نحن علقنا بهذا المكان، حتى تغطية هون ما في. بركي صار شي لأمي وما قدروا يوصلوا لي. هي مرة ما لحدا غيري بهالعالم، والمسكينة ما بتقدر تحكي. والله مشغول بالي عليها كتير. يشار ابني لا تفكر بشي سلبي هلأ، اتفقنا؟ أمك منيحة وعم يديروا بالهم عليها منيح. هلأ فكر فينا نحنا. شوف كلياتنا رح نطلع من هذا المكان عايشين، وانت رح تروح لعند أمك وانت منتصر، ورح تحكي لها شو صار معانا لوقت ما تمل منك ومن قصصك. تمام؟ اتفقنا؟ فكر بهالشي وبس. ماشي؟ حاضر سيدي. يلا يا بطل، يلا ابني، يلا امشي. لا تتخلى عني ليلة، اتفقنا؟ ليك أنا اليوم بحاجتك كتير، لا تتخلى عني اليوم، بترجاك لا تتخلى. أصحك سيدي. شكراً، طمني كيف وضعك هلا سيدي. سيدي هذا حكى كتير كالعادة، ما هيك؟ ما بيتخلى عن عادته. بس أنا منيح. ايه انت كتير منيح ما شاء الله، الدم معبيك كلك بلا حكي فاضي يا زلمة. سيدي نزفت شوي بس ما في شي. سيدي غاب عن الوعي. ايه طبعا لأنه نزف بس شوي. لك يا زلمة يا شار بدي اياك تحمله معي لنزله لتحت. ماشي؟ حاضر أمرك سيدي. واحد اثنين ثلاثة احمله. استنى خد معداته كمان. انت جاهز؟ يلا بسم الله امشي. تحمل تحمل. برافو عليك يا رقيب. شكرا لك سيدي. انتبه يا شار، الطريق نظيف، مشي قدامي. لك شو صار؟ شو ليش عم تهربوا يا اولاد الكلب؟ ايه خليكم عم تردوا. ايه صار دورنا، خليك جاهز تيمور. سيدي هذا اخر مخزن. والله وانا هذا اخر مخزن معي، المفروض نعمل شيء. رح نضل لاخر رصاصة.
مثل ما قلت لك لحد آخر رصاصة. جيبوه لهون. خسر دم كثير، لازم نعطيه سيروم ونخيط الجرح. يشار اعطيني السيروم. تفضل سيدي. هذا الشب زمرة دمه او ايجابي. بلا مزح. دوغان كمان او ايجابي. ايه انا او ايجابي، فيني اتبرع له. استنى استنى. صدقني التبرع ما رح ياثر عليه. نحن عملنا هذا الشيء من قبل بس خلص تمام، ما في مشكلة. يلا يلا قرب لعندي وافتح ايدك. يشار يشار، روح لعند النقيب باتور مشان يطمن، وقول له انه عم نحاول نعطيه دم. تمام. حاضر، امرك سيدي. يلا. تمام. اخ منك اخ.